كمان سجلنا مع جمهور اللي كان حاضر المسرحية واللي كلمونا عنها. تعالوا نشوف قالوا لنا ايه. مسرحية بيت روز جميلة جدا، وهي فكرتها جديدة ان انت تبقي قاعدة وقدامك الممثلين وانت وجزء من المسرح كده، والفكرة المسرحية كلها بسيطة بس مهمة جدا لكل ست، كل بنت، افكار بنعيشها وحاجات بنشوفها فعلا وازاي نتعامل معاها، والفكرة ممكن تكون صح شوية وغلط شوية، عشان كده انت حساها يعني حاجة جميلة صراحة الواحد اتبسط فيه. انا فعلا دايما باجي مسرح الدولة، سواء الطليعة في مسرحين وفي مسرح تاني برضو بروحه او الاوبرا، هي حاجات كلها باسعار رمزية والافكار بتبقى جديدة وفيها استعراض وفيها غنى جميل جدا وفيها ملابس وديكور، فانت بتستمتعي بكل حاجة في المسرح غير القصص. القصص برضو بتبقى حلوة يعني، وقصص معروفة ومشهورة يعني ولها جمهورها، فانا فعلا بستمتع بيها. مسرحيه بيت روز بصراحه من احلى المسرحيات اللي الواحد حضرها، خصوصا ان انا مهتم بمسارح الدوله عموما او المسارح. فكره مسرحيه جديده وبتحكي عن قضيه فعلا موجوده، فكره ان تقدم السن بالبنات عموما من وجهات نظر مختلفه، الامومه، العنوسه، الاحساس بالامان، الخوف من نظره المجتمع دايما. هو بيحكيها من وجهات نظر عن طريق الشخصيات اللي هي بتمثل وجهات نظر مختلفة. حالة المسرحية حلوة جدا وبتنقل بمشاعرنا من الضحك للحزن للغضب للتوتر لحاجات كتير، فبجد شكرا على المسرحية.